حذر أكراد سوريا من أن تركيا تعمل على تقديم مشاريع راديكالية بهدف خلق الفوضى والعمل على تغيير هوية المناطق الأصلية عبر ممارساتها في التغيير الديموغرافي ومنتقدين صمت الأمم المتحدة. وقال الأكراد إن تركيا وبعد احتلالها لمناطق رأس العين وتل أبيض وتشريد أكثر من 300 ألف مدني تسعى الآن إلى تغيير هوية هذه المناطق بشتى الوسائل والعمل على توطين لاجئين ممن لديها الآن، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية في المنطقة.